مرحبا بكم مشاهدينا في اتجاهات الصحافة، ونناقش في هذه الحلقة. تفاقم الأوضاع في ليبيا قد يؤدي إلى خسارة البلاد. الملف الليبي اهتمام دولي قد لا يتكرر. انتهاكات لحقوق المهاجرين واللاجئين في ليبيا. وللتعليق على هذه الموضوعات ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة بسيوني الخولي. أهلا بك سيد الخولي. أهلا بكم الخبر، أهلا وسهلا. يحذر البعض من أن تؤدي الصراعات الدائرة على الأرض إلى خسارة الليبيين بلادهم، وطنا ينعمون فيه بالاستقرار، فيما يسلط محللون الضوء على العوامل التي أدت إلى تدهور الوضع في ليبيا، وعلى رأسها غياب الثقة بين الأطراف السياسية في البلاد، بالإضافة إلى غياب الرؤية الواضحة والمشتركة لمستقبلها. بيّن الكاتب إيرين بانكو في مقال على موقع انترناشنال بيزنس تايم الأمريكي أن الشعب الليبي خسر بلاده لصالح الجماعات المتنافسة والفصائل المتحاربة، وخاصة المنظمات الإرهابية، على غرار ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش. ويرى الكاتب أن مختلف المجموعات استغلت غياب رؤية سياسية واضحة من أجل القيام بعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والمهاجرين عبر الحدود الليبية، ما يساعد في تمويل بعض الجماعات الإرهابية الأكثر عنفا في العالم. واعتبر الكاتب أن اتفاق السلام الذي رعته الأمم المتحدة وتم إمضاؤه بالأحرف الأولى مؤخرا هو الخطوة الإيجابية الأولى نحو التغيير، ولكن الخبراء يقولون إنه ما يزال أمام ليبيا طريق طويل لتقطعه قبل أن يتم توحيد الشرق والغرب. بيّن الكاتب عبد الله حديد في مقال على موقع أوبن ديموكراسي البريطاني أن ليبيا في عامها الرابع بعد إعلان تحرير البلاد في 23 من أكتوبر 2011 كان يفترض أن يكون هذا التاريخ إشارة إلى انتهاء القتال، ولكن عدة صراعات إقليمية وأيديولوجية عصفت بالبلاد وعقدت الوضع. وأبرز الكاتب أن هناك جملة من العوامل التي أدت إلى العديد من التطورات السلبية، أولها نقص وفي بعض الأحيان الغياب الكامل للثقة المتبادلة بين الكيانات السياسية والمواطنين بشكل عام. وأضاف الكاتب أن العامل الثاني هو أنه لم تكن هناك رؤية مشتركة حول التنمية تمت ترجمتها إلى استراتيجية قابلة للتطبيق، ولا يبدو أن أحدا كان يملك رؤية شاملة حول توجه البلاد، ناهيك عن رؤية مشتركة مع الآخرين، وما يزال السياسيون يردون الفعل حسب الظروف. ويرى الكاتب أن العامل الثالث الذي يساهم في تعقيد الأوضاع في ليبيا هو أنه لم يكن هناك أي تركيز على القضايا الأساسية التي تجمع الليبيين معا، بل بالعكس تشبث الكل بما يميزه عن غيره، وبالمثل تمت إثارة العديد من القضايا المثيرة للجدل فضلا عن الشكوك حول الهوية الليبية. الكاتب إيرين بانكو في مقال على موقع انترناشونال بيزنس تايمز الأمريكي يقول أن الشعب الليبي خسر بلاده لصالح الجماعات المتنافسة والمنظمات الإرهابية، وعنون مقاله بالسؤال: هل خسر الليبيون بلدهم لصالح الجماعات؟ كيف يمكن الرد على هذا التساؤل حسب وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ينبغي أن نبتعد عن الألفاظ الصحفية التي ربما تعطي معاني غير المعاني الحقيقية التي يراد إيصالها إلى الداخل والخارج، لأنها في كثير من الأحوال غير حقيقية لأنها صحفية. الشعب الليبي لم يخسر بلاده ولن يخسر بلاده. الشعب الليبي الآن يمسك بزمام الأمور. التوافق الذي ينبغي أن يكون والذي تبذل الجهود الآن من أجل إنضاجه وإيصاله إلى المرحلة النهائية، وهي التوافق على إقامة الدولة الليبية وتشكيل نظمها الفرعية، هذا الأمر لا يزال يملكه الليبيون دون غيرهم، فهذا هو القول الصحيح. أما فيما يتعلق بخسارة لمصلحة التنظيمات الإرهابية، أنا أقول بأن التنظيمات الإرهابية في ليبيا ليست غائرة، ولكنها جذورها عائمة وسوف تقتلع بشكل دقيق وكلي إن شاء الله. فهذه الأقوال كلها ربما تنفر ولا تبشر لأنها تبعد عن الحقيقة. لا تزال الأمور تسير في السياق الصحيح الذي سوف ينتهي إن شاء الله بتوافق وبمشترك عام
لا يصيب أحد بالغبن ويسمع لكل الرؤى ويجمع أحسن ما في هذه الرؤى ويضعها في رؤية نهائية وفي اتفاق نهائي يقيم الدولة الليبية. هذا هو نعم. التكييف الصحيح. سيد الخولي، هنا الكاتب اعتبر أن اتفاق السلام الذي رعته الأمم المتحدة وتم أمضائه بالأحرف الأولى مؤخرا هو الخطوة الإيجابية الأولى نحو التغيير، ونقل عن خبراء قولهم أنه ما يزال أمام ليبيا طريق طويل لتوحيد الشرق والغرب. مع أي رأيين تتفق؟ كلا الرأيين يكمل بعضهما الآخر. الوفاق ووجود مشترك عام يجمع أحسن ما في كل الرؤى ويجمع عليه الشعب الليبي، هذا أمر مهم وأمر مبشر، ونتمنى من المجتمع الدولي ومن الأطراف الداخلية أن تتحلى بالصبر والأناة وحسن النية، ويعطي كل طرف للآخر الفرصة كاملة لكي يقول والآخر يستمع، ثم نأخذ الخلاصات التي تكون في مصلحة الشعب الليبي. هذه المقولة صحيحة، وتكملها مقولة أخرى بأن هذا الأمر هو لابد أن يسير في مسارات متعرجة، لأن الأطراف قد تكون متشبثة برؤيتها ويحتاج هذا إلى وقت، فالرأيان يكمل كل منهما الآخر. نعم، هناك اتفاق يبشر بالخير، ولكن هذا الاتفاق إلى أن ينضج وإلى أن يتحول إلى وفاق ورؤية نهائية لابد أن يأخذ وقت، فليس هناك تناقض بين المقولتين او بين الرأيين، ولكن يكمل كل منهما نعم. الاخر. طيب، الكاتب عبد الله حديد تحدث في مقاله على موقع اوبن ديموكراسي البريطاني عن عوامل ادت الى العديد من التطورات السلبيه، ويرى ان اولها هو نقص وغياب للثقه بين الكيانات السياسيه والمواطنين بشكل عام. سيد الخوري، يعني كيف تعلق على ذلك؟ البيئه السياسيه في مجملها في ليبيا هي بيئة حديثة وولدت ربما مشوهة ولم تكن ولادة طبيعية، لأن البلاد لم يكن فيها ما يسمى بالحياة السياسية، لم يكن فيها ما يعرف بالممارسة السياسية والتعبير عن الرأي والتعبير عن الرؤية. كل هذا يؤدي إلى أن ولادة القوى السياسية في بيئة مثل هذه البيئة لابد أن يكون بحرص، ولا بد أن تكون الحاضنة لهذه الولادات حاضنة صحية. هذا لم يحدث في ليبيا، ومن ثم الكيانات التي نشأت من أحزاب وقوى سياسية إلى آخره كلها كانت مؤسسة ومشكلة ومصاغة على أسس غير صحيحة، ومن ثم ما حدث الآن هو نتاج لهذا، ما حدث الآن هو نتاج للولادات مشوهة للقوة السياسية في ليبيا. ليبيا ليس لها قوة سياسية بالمعنى الصحيح، ليبيا فيها عبارة عن شرذمات تتكون وتلتف وتستقطب حول بعض الأشخاص وحول بعض الأفكار، هذه ليست قوة سياسية تملك رؤية واستراتيجية لبناء دولة حديثة معاصرة مدنية، وهذا هو الصحيح. فينبغي طيب. أن نؤسس الآن لبناء حياة سياسية. سيد الخولي، وبناء هنا الكاتب أيضا أضاف أن العامل الثاني الذي فاقم من تدهور الأوضاع في ليبيا هو غياب رؤية مشتركة حول التنمية وغياب استراتيجية قابلة للتطبيق، ما رأيك في ذلك؟ هذا مترتب على ما قلنا وعلى ما ذكره الكاتب في العامل الأول، وهو غياب الحياة السياسية، غياب القوى السياسية. من يوجد الرؤية والاستراتيجية هي القوى السياسية، القوى السياسية كما قلت لتوي هي التي توجد الرؤية، هي التي تصيغ الرؤية، تصيغ الاستراتيجية، تصيغ خطط تنفيذ هذه الاستراتيجية. إذا غابت القوة غاب معها كل هذا، فالقوة السياسية طالما أنها غير موجودة فالرؤية غير موجودة، التعريف للتنمية وبناء الدولة غير موجود، كل هذا نعم أن يؤسس من الآن، ونتعامل بصدق أمانة وبشفافية مع وضعية لا تصالح أطراف سوف يفيد، ولكن ما يفيد أن تكون هناك رؤى واضحة ماذا سوف نفعل في بناء الدولة الليبية، كيف نبدأ وكيف نسير وإلى ما سننتهي، هذا هو صحيح. نعم، أيضا الكاتب ذكر أن العامل الثالث الذي يساهم في تعقيد الأوضاع في ليبيا هو أنه لم يكن هناك أي تركيز على القضايا الأساسية التي تجمع الليبيين معا، والتركيز على القضايا المثيرة للجدل. إلى أي مدى توافق الكاتب في طرحه؟ هذا صحيح، بعد انهيار وتقويض النظام السابق كان ينبغي لكل القوى بدل أن تبحث عن المزايا السياسية وتبحث عن اقتسام الفريسة
وعن نصيب كل منها، كان ينبغي أن تبحث عن قضية مهمة: كيف يمكن بناء الدولة الليبية بأنظمتها الحديثة، وكيف يمكن ممارسة حياة سياسية داخل هذه المؤسسات وداخل هذه الأنظمة. هذه الرؤية غابت تماما، وهذا أيضا سبب العامل الأول، هو أنه ليس هناك بيئة سياسية، ليس هناك قوة سياسية، ليس هناك رؤى، وبالتالي هذا أدى إلى أن تغيب الاستراتيجية ويغيب معها الرؤية لكل قوة من القوى السياسية والمشترك العام الذي يجمع بين كل هذه القوى السياسية. نعم سيد الخلوة، بهذا نختم المحور الأول من هذه الحلقة وننتقل إلى المحور الثاني، ابقوا معنا مشاهدينا. يشير متابعون لتطور الأحداث في ليبيا إلى أن الاهتمام الدولي بالملف الليبي يعتبر استثنائيا ويمثل فرصة قد لا تتكرر، حيث يدعو مراقبون إلى استغلال هذا الاهتمام الدولي قبل فوات الأوان للوصول إلى حل للأزمة الليبية. ذكرت صحيفة عكاظ اليومية السعودية أن هناك اهتماما دوليا تشهده المسألة الليبية حاليا، تمثل في الترحيب باتفاق الصخيرات الأخير، ووصفته بالفرصة الذهبية أمام ليبيا لدعم استقرارها. وأوردت الصحيفة تحت عنوان فرصة ليبيا الذهبية أنه قلما يندفع مجلس الأمن نحو القضايا الكبيرة باستثناء البيانات الجاهزة والأوراق البيروقراطية، ولكن اليوم ثمة اهتمام دولي عبر المؤسسات الأممية والحراك السياسي الغربي بالمسألة الليبية. ورأت الصحيفة أن هذه الروح الدولية الداعمة لاستقرار ليبيا فرصة ذهبية لنبذ الصراعات الهامشية المقوضة لمصلحة الدولة ووضع المسألة الوطنية أولوية في أي حسابات، وربما لن يتكرر مثل هذا الاهتمام الدولي بليبيا مرة أخرى بعد أن بث اتفاق الصخيرات الأمل في إنهاء الصراع. تطرق الكاتب المغربي محمد المالكي في تحليل نشر على موقع اليومية المغربية اليوم 24 إلى توافق الليبيين المشاركين في جولات حوار الصخيرات المغربية، وأكد الكاتب أنه يجانب الحقيقة من يعتقد أن عودة السلام والاستقرار والأمن إلى ليبيا شأن ليبي يخص الليبيين بالدرجة الأولى أو قضية داخلية تندرج ضمن ما يسمى المجال السيادي لليبيا. وقال الكاتب إن ما يجري في ليبيا من اقتتال عبثي يهم المنطقة برمتها ويطال بذيوله وتبعاته كل بلدان الجوار القريب والأقل قربا، ومن يمعن النظر في موقع الجيوستراتيجي لليبيا وحدودها المشتركة مع أكثر من قطر يدرك خطورة استمرار هذا البلد الشقيق فريسة الحرب وتبادل السلاح. ذكر النائب الجمهوري في البرلمان الفرنسي جون فريدريك بواسوان الذي زار مؤخرا طرابلس في حوار مع مجلة باري ماتش الفرنسية أنه من الواقعية التحدث مع كل الأطراف في ليبيا، وأنه لم يندم على التوجه إلى طرابلس بعد أن تلقى دعوة من الحكومة القائمة هناك، خاصة وأن هذه الحكومة تعمل على حل مشكل مشترك مع فرنسا وهو معضلة الهجرة السرية. ويضيف بواسون أن ليبيا تحتاج المساعدة ولا تحتاج العقوبات، مضيفا أنه لا يمكن الاختيار بين حكومتي طرابلس وطبرق، فليست إحداهما جيدة والأخرى سيئة، بل يجب التعامل مع كليهما بشيء من الواقعية من منطلق التواصل مع كل الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية. وعن برامجه المستقبلية بعد هذه الزيارة يقول بواسون إن عددا من المسؤولين الليبيين يرحبون بكل من يريد الاطلاع على الوضع في طرابلس، مضيفا أنه سيبرمج دعوة لبرلمانيين ليبيين لزيارة فرنسا من منطلق الحرص على حل مشكل مشترك متمثل في معضلة الهجرة. سيد الخول، يعني أشارت صحيفة عكاظ السعودية إلى أن هناك اهتماما دوليا تشهده المسألة الليبية حاليا، ووصفته بالفرصة الذهبية أمام ليبيا لدعم استقرارها، كيف تعلق على ذلك؟ الاهتمام الدولي بالمسألة الليبية بدأ متأخرا، وبدأ أيضا غير مؤسس على رؤية واضحة وعلى تقييم وتكييف وتوصيف دقيق للصراع والتنازع بين الفرقاء في ليبيا، ويهتم دائما بالمظاهر، يهتم بالشكليات، ولا يهتم ببحث المسألة الليبية من دثورها ومن أعماقها وكنه القضايا المطروحة والمتنازع عليها، وهي بناء الدولة الليبية. المجتمع الدولي كنت أتمنى أن يركز على هذه المسألة بدل من أن يركز على عملية التصالح ويعتبرها هي الغاية الأساسية. أن يتصالح الشرق مع الغرب، يتصالح على ماذا؟ ينبغي أن
أن الهدف من الوفاق هو الاتفاق النهائي على بناء الدولة الليبية في خطوات محددة وواضحة لكل الأطراف، وتصبح هي الهدف الأساسي والهدف النهائي. الاهتمام الدولي هذا مطلوب وينبغي أن يستثمر كما قالت الصحيفة، ولكن ينبغي أيضا أن يجلى في شكل واضح وأن يفهم منه ما هي القضية الأساسية في ليبيا، وهي بناء الدولة الليبية. هذا ما ينبغي أن يكون. نعم، أيضا أشارت الصحيفة إلى ضرورة أن يستغل الليبيون هذا الاهتمام الدولي الذي قد لا يتكرر، ونبذ الصراعات الهامشية ووضع المسألة الوطنية أولوية في أي حسابات. كيف تعلق على ذلك؟ هذا أمر مؤكد وينبغي أن يؤخذ في الحسبان من قبل كل الأطراف في ليبيا، كل الأطراف وكل ألوان الطيف الليبي ينبغي أن تأخذ هذا بعين الاعتبار، لأنه إذا فقدت المسألة الليبية الاهتمام الدولي واهتمام المجتمع الدولي بها، فسوف يظل الليبيون يقتتلون دون أن ينظر إليهم أحد. هذه قضية مهمة وينبغي أن تؤخذ في الحسبان، وينبغي أن يهم ويفع البرلمان والمؤتمر الوطني العام من أجل إيجاد مشترك عام بينهما، وهو إنشاء الدولة الليبية، وأن يضع خطى واضحة تبدأ من وتنتهي إلى. هكذا ينبغي أن يكون، لا أن نوزع الصلاحيات ولا أن نوزع السلطات ولا أن نوزع المزايا. هذا هو ما ينبغي أن يكون. الاهتمام ينبغي أن يستثمر، اهتمام المجتمع الدولي ينبغي أن يستثمر، وبأسرع وقت وفي ذات الوقت بقضايا واضحة فيما يتعلق ببناء الدولة. نعم، مجلة باري ماتش الفرنسية أجرت حوارا مع النائب الجمهوري في البرلمان الفرنسي جون فيدريك بونسا الذي زار مؤخرا طرابلس، صرح فيه بأنه من الواقعية التحدث مع كل الأطراف الليبية. إلى أي مدى من الممكن أن تشتت الانقسامات في ليبيا جهود الدول الغربية لتقديم المساعدة من وجهة نظرك سيد الخولي؟ ما قاله النائب الفرنسي هو رؤية واقعية، وينبغي بالفعل أن يستمع إلى كل الأطراف، وينبغي أن تتحاور كل الأطراف تحاور مباشر، لأنه إذا حدد الهدف وجلي ووضح وضح الهدف وهو إقامة الدولة، فلم يكن هناك ليبي واحد يرفض ذلك. إذا كان الهدف الأساسي هو بناء الدولة الليبية، من يرفض بناء الدولة الليبية؟ سوف يتفق الجميع على هدف واحد وهو بناء الدولة الليبية، فهذا ما ينبغي أن يكون واضح. فرؤية النائب الفرنسي رؤية مهمة ورؤية واقعية، حتى لا يمكن أن نلحق بأي طرف من الأطراف الغبن ولا نؤلمه نفسيا، لأنه عضو ومواطن داخل ليبيا، فينبغي أن نستمع للجميع جميع، وينبغي أن نأخذ ونعطي مع الجميع حتى يكون هناك اتفاق نهائي فشارك فيه الجميع، تحاور حوله الجميع. فهذه رؤية واقعية وينبغي أن تؤخذ في الحسبان. وإذا كان الأمر هكذا، أنا أقول بأن المجتمع الدولي على مستويه الإقليمي والعالمي سوف يهتم بالمسألة أكثر، وسوف يساهم ويدعم كما قال مجلس الأمن صراحة، سوف يدعم هذا التوافق وهذا الوفاق، وسوف يدعم أيضا الهدف الذي من أجله تم هذا الاتفاق هو بناء الدولة الليبية، وسوف تقدم المساعدات لليبيا من كل من يمكن أن يقدم هذه المساعدات عند هذا الاتفاق. سيد الخولي، الكاتب المغربي محمد المالكي يرى أن عودة السلام والاستقرار والأمن إلى ليبيا يتعدى كونه شأنا ليبيا، إلى أي مدى توافق هذا الطرح؟ المسألة الليبية والتوافق داخل ليبيا، الاستقرار داخل ليبيا يعود على الليبيين كما يعود على دول الجوار، كما يعود على الإقليم بالكامل، كما يعود على العالم بالكامل. الجميع سوف يستفيد وسوف يستثمر الاستقرار في ليبيا ووجود دولة ليبية قائمة، الإقليم سوف يستفيد، الجيران سوف تستريح من الأزمة وسوف تستريح من تداعيات ونتائج الأزمة، الساحل الإفريقي بالكامل سوف ينعم بالاستقرار عندما تستقر هذه النقطة الساخنة فيه، المجتمع الدولي بالكامل أيضا سوف يستثمر في ليبيا، سوف يستفيد من ليبيا، فالجميع بالفعل سوف يستفيد على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. نعم، ابقى معنا إذن سيد الخولي. مشاهدينا، ننتقل إذن إلى المحور الثالث.
ترصد منظمات مختصة في شؤون المهاجرين واللاجئين فضلا عن تقارير صحفية ميدانية حالات من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين أثناء مرورهم واحتجازهم في ليبيا. كما تفيد هذه التقارير بأن سوء الأوضاع في ليبيا والتدهور الأمني يصعب من تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات. ذكرت الصحفية الإيطالية نيرينا سكيافي في مقال على موقع إيطالي مورتي دي شيا المتخصص في قضايا حقوق الإنسان والمهاجرين والمعتقلين أن اللاجئين في ليبيا يعانون من أوضاع سيئة للغاية بمراكز الاحتجاز في ليبيا وفق تقرير لفرقة العمل المعنية بالهجرة في شمال إفريقيا. وذكرت الصحفية الإيطالية أن الوضع المتدهور في ليبيا وحالة الانقسام السياسي جعلت من الصعب تحديد الجهات المسؤولة على مراكز الاحتجاز في البلاد. وقد دعت فرقة العمل المعنية بالهجرة في شمال إفريقيا الجهات الفاعلة في ليبيا إلى تحسين أوضاع اللاجئين في تلك المراكز والامتثال لمعايير حقوق الإنسان. وأكدت سكيافي أن التقرير الذي صدر مؤخرا عن فرقة العمل المعنية بالهجرة في شمال إفريقيا رصد الظروف الرهينة التي يحتجز فيها المهاجرون في ليبيا، وتدفع تلك الظروف المزيد من الأشخاص إلى عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا. وأفاد التقرير أن الانتهاكات التي تحدث بشكل منتظم منذ 2011 إلى حد الآن، مشيرا إلى أن حالة عدم الاستقرار الحاصلة في ليبيا حاليا توفر أرضية خصبة لتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان تجاه غير المواطنين. وأضافت نيرينا سكيافي أن من خلال 45 مقابلة مع أفارقة تمكنوا من الوصول إلى أوروبا بعد احتجازهم في ليبيا يتبين حجم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، فقد أكد هؤلاء تعرضهم للاعتقال التعسفي وعدم تمكنهم من الحماية القانونية والقضائية فضلا عن تعرضهم للضرب. سيد الخولي، الصحفية الإيطالية نيرينا سكيافي ذكرت في مقالها على الموقع الإيطالي مورتي دي شيه وهو متخصص في قضايا حقوق الإنسان والمهاجرين والمعتقلين أن اللاجئين في ليبيا يعانون من أوضاع سيئة للغاية بمراكز الاحتجاز في ليبيا. سيد الخولي، يعني ما تعليقك؟ المهاجرون يعانون على الأرض الليبية مثلما يعانون على الأرض الأوروبية. لدينا معلومات من داخل ليبيا ولدينا معلومات أيضا من داخل دول أوروبية معروفة ومعلومة تفيد بأن المعاملة السيئة وانتهاك حقوق الإنسان على الأرض الليبية لا تقل بحال من الأحوال عن نفس المعاملة السيئة على الأرض الأوروبية. ولكن نقول بأنه إذا كانت أوروبا تضع يدها على ذلك وترى ذلك وتلمس ذلك، فلماذا لا تنتقل من خلال كيان مؤسس منتظم إلى الأرض الليبية لتبحث في هذه القضايا وأيضا تهتم بهذه القضايا وترصد لها الجهود وترصد لها الأموال؟ لأننا الآن نعلم ويعلم العالم أن ليبيا هي نقطة تجمع للمهاجرين غير النظاميين، فإذا كنت تعلم ذلك وإذا كنت تتلمس استراتيجية لمواجهة هذه الأزمة المؤلمة فلماذا لا تنشئ كيانا من هدف هذا الكيان أن يبحث في هذه المسألة على الأرض الليبية؟ لماذا تخشى أن تذهب إلى الأرض الليبية وتلمس المشكلة وتبحث لها عن الحلول وتحاول أن تساهم مساهمة فعلية في ذلك من خلال رسم سياسات محددة، إما أن تأخذ هؤلاء المهاجرين وتعيدهم إلى بلادهم وإما أن تأخذهم إلى أوروبا وإما أن تساهم بحل في هذه المسألة على الأرض الليبية؟ هذا ما ينبغي أن يكون، لا أن نتحدث ونحن جالسين في مكاتب في الاتحاد الأوروبي أو في دول أوروبية معينة. نعم، وبهذا مشاهدينا نصل بكم إلى ختام برنامج اتجاهات الصحافة. أشكر ضيفنا من القاهرة أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة بسيوني الخولي، كان معنا عبر سكايب. وننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا نور الدين صابر. في أمان الله.